البنات كتعانوا ليا من الشيب، سواء المبكر سواء القديم والثابت والراسخ واللي ما كيبغيش يتزعزع وما كتبغي تحيدو حتى شي حاجه. اليوم جبت لكم الوصفه القاهره اللي غتقضي عليه نهائيا وغتخلصي ليا منه بواحد لاله مولاتي الوصفه. اللهم بارك فيها، النتائج راه امام الاعين ديالكم بلا ما نهضر بلا ما نتحدث كثير. فالحمد لله هذه الوصفه هذه كتكون جوج ديال المكونات الاساسيه. راكم شفتوا العنوان ديال هذا الفيديو اللي هما القرنفل او المسمار واوراق الغار او اوراق سيدنا موسى. يعني هاد جوج ديال المكونات هما اعشاب موجودين عند كل عطار، وتقريبا كاينين بزاف ديال كل بيت. يعني القرنفل بعدا اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى ما كيخطاو حتى شي بيت، وحتى الا ما عندكش كاع نفترضوا كتمشي تجيبي درهم 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 من القرنفل درهم من الاوراق الغار وكتجي كتبرعي ليا بها. فهاد الوصفه هذه اليوم ما غنخدمش لكم خلطه، ما غنخدمش لكم صبغه لعلاج الشيب، لا غنخدم وصفه عباره عن محلول، وصفه عباره عن سائل للقضاء على الشيب، سواء الشيب المبكر او الشيب اللي كيكون كما قلنا قديم في الشعر. يعني الناس اللي عندها 60، الناس اللي عندها 50، الناس اللي عندها 40 70، يعني كيكون شيب كيكون كثير بزاف، يعني ماشي شي شيب قليل ولا بعض الشيبات كما سنقولوا، لا كيكون شيب كثير وبزاف. ومن الصعب انك تزوليه بشي طريقه اللي هي كما تنقولوا سهله، ضروري خاص شي وصفه تكون على الاصول ديالها. فالبنات باش نكون صريحه معكم ما لقيتش حسن هذه الوصفه هذه، ما شاء الله اللهم بارك فيها، وصفه على الاصول ديالها لعلاج الشيب وللتخلص منه نهائيا. بلوس البنات كتعالج الفراغات، يعني كتقوي الزغبه، كطول لكم الشعر. بالنسبه للبنات اللي ما عندهم الشعر طويل كيقولوا لي في التعليقات وبغينا الشعر ديالنا يوصل للركاب وبغينا الشعر ديالنا يطول، اكيد ان شاء الله غادي يطول لك الشعير ديالك الا بقيتي كتستخدمي الاعشاب الطبيعيه. الا بعدتي على الصبغات الكيماويه ما بقيتيش كتصبغي الشعير ديالك بالصباغات وليتي كديري في حال هاد الهميزات اللي كنقدم لكم دائما كل مساء. الحمد لله ديما تنهضر على الشعر خصوصا على الشيب، لانه تبارك الله كيجيني كم هائل ديال التعليقات فديما تنهضر عليه. ضروري ما ندخل لكم شي فيديو ديال الشعر سوسوا الشيب سوسوا صباغه معينه بشي لون معين طبيعيا، اكيد ماشي بشي حاجه كيماويه الحمد لله. فدائما الجديد ودائما الحصريات في القناه. فحبيباتي الله يرضي عليكم والله يعطيكم الصحه، ما تنسونيش من لي لايك ديالكم. انتي ايه انتي اللي كتشوفي فيا دابا، نبغيك تهبطي لتحت وتكبسي كبسه اللايك، فريمون ما غتخسري حتى شي حاجه. الله يرضي عليكم البنات، الله يحفظ لكم الامهات ديالكم، الله يسعدك والله القسم البنات، الله يسعدكم كما غتسعدوني، والله يفرحكم كما غتفرحوني. يعني اللي فرح القلب ديالي راه كيجيب الله اللي فرحه. اي وحده فرحتيها كما كانت صغيره كبيره فرحتيها كيجيب الله اللي يعوضك واللي فرحك بزاف ديال الحويجات. فالمهم حبيباتي ما تنسونيش من اللايك، لانه كنعمل مجهود والله القسم المجهود ما يبانش لكم، يقدر اكيد ما يبانش، ولكن حنا اللي كنخدموا عليه حنا اللي عارفين القيمه ديالو، عارفين المجهود اللي كنبذلوا الحمد لله طول اليوم. فبعض المرات كنخلي بزاف الحوايج ضروريه واساسيه في البيت على ودكم وعلى قبلكم، ولكن الحمد لله كلشي تيهون فاش كنشوفوا التفاعل، فاش كنشوفوا لي لايك كثارين بزاف لي فيديو، فاش كنشوفوا كذلك التعاليق البنات. التعاليق حتى هما من بين الاشياء الضروريه والاساسيه اللي كتزيد افونسي بينا واللي كتزيد تشجعنا. فالله يرضي عليكم حبيباتي، ما تنسوناش من لي لايك وكذلك التعليقات. اي وحده كتبغيني كتحب الفيديو ديالي وكتحب الكونتينيو ديال القناه ولا ديال لاشين، فضغط على زر اللايك وكذلك تخلي لي التعاليق ديالها، استفسارات ديالها، شنو تبغي تشوف الفيديوهات المقبله ولا الفيديوهات الماجيه، شنو هما لي سوجي ولا المواضيع اللي تبغوني نتكلم عليهم. المهم اي موضوع اي سوجي بغيتوه انا حاضره نادره على قبلكم وعلى ودكم نهضر معكم في اي حاجه حبيتوها ان شاء الله وعلى بركة الله بدون إطالة عليكم. المهم ما تنسونيش من اللايكات، الله يرضي عليكم فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال. يلاه معايا تعرفوا على الأعشاب اللي غنخدموا بهم وطريقة التحضير وطريقة الاستخدام إن شاء الله. المهم أول مكون البنات عندنا هنايا هو القرنفل أو ما يعرف بالمسمار. ها هو البنات هو هذا هو القرنفل، كيجي كيحمق يا البنات غزال غزال بزاف. العلاج الشيب كذلك العلاج التقصف، كينبت الشعر، كيعالج الفراغات، يعني زويل القرنفل ممكن تبحثي عليه غتلقاي فوائده كثيره ومتعدده كذلك. بطبيعه الحال حبيباتي غتحتاجوا معايا اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى اللي كيجيو على هذا الشكل هذا، هادو هما اوراق الغار. غادي تلقيهم عند العطار ولا عند العشاب كما قلت لك، الا ما عندكش في البيت خدي غير درهم درهم تل درهم ونص جوج دراهم وتبرعي ليا بها مع راسك. المهم هادو هما اوراق الغار، هادو هما جوج المكونات البرينسيبال اولا الاساسيه ولا الرئيسيه اللي غنحتاجو ان شاء الله في هاد لاغوسيط هادي. بالنسبه حبيباتي للمكونات الثانويه غادي تحتاجي معايا المكون القاهر للشيب، خصوصا الشيب القديم اللي هو الحبه السوداء او حبه البركه او ما يعرف البنات بالشانوش. هذا هو اللي كيقضي على الشيب نهائيا وللابد، باي باي شي حاجه سميتها الشيب. فغنحتاجو منه كميه
راه موجود توا عند العطار، الا ما عندكش خدي منه توا غير درهم. كذلك حبيباتي غتحتاجوا معايا الباودر ديال اتاي اولا ديال الشاي، ها هي هادو هما الحبوب ديال الشاي ولا ديال اتاي، ما شاء الله اللهم بارك فيهم، حتى هما كيحمقوا كيهبلوا كيعطيو واحد الغزلتا كتهبل، لا بالنسبه للعلاج الشيب لا بالنسبه للتقويه. يعني انا هاد الوصفه كنحاول البنات، لانه كاين بعض السيدات عندهم شيب وعندهم الشعر طايح، الشعر متساقط، عندهم فراغات، عندهم الزغبه مهلوكه، كنحاول ندخل مكونات اللي كيرطبوا الزغبه، كيعالجوا الفراغات والتقصف، وكيطولوا الشعر. يعني كنحاول نعالج بزاف المشاكل، ماشي غير مشكل ولا جوج وانما عده مشاكل. المهم قلنا حبوب الشاي، قلنا اوراق الغار، قلنا القرنفل، قلنا الحبه السوداء ولا حبه البركه. كذلك حبيباتي غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله الخرطال ولا الشوفان، هو هذا يا هو، تحتاجوا معايا الخرطال ولا الشوفان، تاخذوا منه كميه وتستخدموها في هذه لاغوسيت هذه. واخر حاجه هي شويه ديال الملحه، علاش الملحه البنات؟ غير باش تعالجي بها القشره، الا ما عندكش القشره ما ديريهاش. الناس اللي عندهم القشره وديما كيتشكاو لي في لي كومونتير وراه عندنا القشره والله يعطيك الصحه عطينا شي حاجه، فعليك بالملحه واخا ديرها غير في الشامبو ديالك وما تبقايش بلاش. المهم هادو هما المكونات، وطبيعة الحال غنحتاجوا واحد نص لترو ولا لترو، المهم ولا 4 لترو، المهم شوفي انت عينك ميزانك ديال الماء العادي ديال الروبيني. وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. فواحد الكاسرول غتضيفي ليا كميه من القرنفل، كميه من الحبه السوداء، كميه من الملحه، كميه من الشوفان اولا الخردل، كميه من حبوب الشاي، ومن طبيعه الحال اوراق الغار. غنزيد واحد شويه، نكبو الماء، ومن بعد حبيباتي غادي نوضع هاد الكاسرول هادي فوق النار لمده 15 دقيقه حتى كتغلى مزيان. انا غندي معاكم ندي ليكم الكاميرا حتى فين كنغلي المكونات اكيد فوق النار، باش هكذا تبقاو معايا ان شاء الله خطوه بخطوه. المهم كما قلنا حبيباتي غادي نغليو هاد المكونات مزيان، ومن بعد غندوزو للتصفيه ديالهم، ومن بعد غادي نقدمهم لكم في بخاخ اولا في محلول باش نشرح لكم طريقه الاستخدام اولا الاستعمال، لانه طريقه تطبيق اي وصفه كما كان سواء الوجه سواء الجسم سواء الشعر سواء الاسنان ضروري ما تكون مشروحه، باش هكذا لا غوسيت تكون مفهومه ان شاء الله للجميع. المهم هادشي اللي غادي ندير معكم دابا، نغليو هاد المكونات هادو ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات شوفوا هي الوصفه، وضعتها دابا هي فوق النار، خصها تغلي البنات مزيان مزيان. بالنسبه للوصفه باش تعرفوها غلات، بانه الاعشاب دبلو اللون تغير، واكيد الغليان ديال الوصفه كيكون طالع حتى الفوق، بالتالي هذا هو المقاييس او المعايير باش تعرفوها غلات، لانه بزاف البنات يقولوا لي قولي لنا كيفاش نعرفوا هاد لاغوسيت، يعني صافي تلقات الفعاليه ديالها بليطو، اما الغليان راه حاجه واضحه وبين الجميع. فهادو هما المقاييس دائما اللي كناخذ بهم، يعني اللون كيتغير، ريحه بعدا ديال الاعشاب ما شاء الله اللهم بارك، يعني ريحه القرنفل ولا ريحه المسمار، كذلك ريحه اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى، ريحه الحبه السوداء، ريحه يعني ما شاء الله واحد الريحه من السما ومعطره على الاصول ديالها ما شاء الله اللهم بارك. يعني شوفوا البنات انا نحاول نبعد باش هكذا يبان مزيان مزيان ما شاء الله. هي البنات على ريحه كتحمق كتفوج، هاد الريحه هذه كتحل لك النفسيه من اول وجديد. هانتوما
دابا صافي غلات، غادي نخليها تبرد وندوز ان شاء الله مباشره باش نصفيها معكم. ها نتوما البنات دابا غادي نصفيها معكم، وراه مازال ما بردتش، هو ضروري البنات تخليوها تبرد 100%. شوفوا القوام واللوين والريحه، اكيد ما غاديش تشموها، ولكن الناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفه طايرين، هما اللي غادي يشموا الريحه اللي كتحمق من السماء ومعطره بالاعشاب. انا صراحه الله ديما فحال هذه الوصفات اللي كيكونوا عباره عن سائل ولا محلول كنحمق عليهم، كنوض طايره نديرهم. علاش؟ لانه ما كيبقى يتغسلي فيهم في الدوش ولا في الحمام، يعني ساهلين دغيا كترشيهم على الشعير ديالك نص ساعه 30 دقيقه ولا حتى ساعه كاع، صافي كيجيب بهم الله تيسير الحمد لله. بلس انهم من غير انهم كيعالجوا لكم الشيب، كينبتوا لكم الفراغات، كيطول لكم الشعير ديالكم، كيرطبوه، يعني صراحه كلهم فوائد وكلهم مزايا. المهم على بركه الله حبيباتي غادي ناخذ هذا البخاخ هذا ولا المهم هذا الرشاش هذا، وغادي نوضع هاد اللاله مولاتي الوصفه فيه بالطريقه هادي هانتوما. ومن بعد حبيباتي كتاخدي ليا تسدي ليا هذيك المحلول هانتوما، وكتبداي ترشي ليا على الشعير ديالك هكذايا، غسله بغسله حتى كتكملي ليا الشعير ديالك كامل. من بعد ما كتكمليه من طبيعه الحال كتشدي الشعير ديالك وكديري ليا ليه السلوفان ولا الميكا، الا ما عندك السلوفان ديري غير الميكا، وخلي ليا هاد الوصفه على حسب. عندك شيب قليل خليها 30 دقيقه، عندك شيب كثير 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 بزاف خصكم البنات تخليوها ساعه ساعه مجانيه كامله، عاد من بعد تغسلي ليا الشعير ديالك. وبالصحة والراحة البنات، هذه هي الوصفة ديال اليوم اللي فيها جوج ديال المكونات أساسية واللي هما القرنفل وأوراق الغار. يعني القرنفل وأوراق الغار أولا أوراق سيدنا موسى كما تنقول لهم حنا في المغرب، من بين المكونات أولا من بين الأعشاب اللي الفوائد ديالهم عظيمة، وممكن هذا الشيء تأكدوا منه سوغ انترنيت، يعني فوائد ما شاء الله اللهم بارك فيها. والغزول داك كتحمق، يعني داك البخاخ ولا داك الرشاش فاش كتوضعيه على الشعير ديالك وانتي بعدا كتهيجي بديك الريحه اللي هي من السم بريحه الاعشاب، بلوس الغزول داك كتبان تبارك الله في 30 حتى ساعه حتى 60 دقيقه ما شاء الله كتبان لك الغزول ديال المعقول. المهم هذه هي الوصفه بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش صالحه للازواج ديالهم، اكيد صالحه للازواج، هي للجنسين معا للرجال والنساء. اون بلوس البنات نقول لكم واحد الحاجه زوينه غتعجبكم اكثر، هي انها صالحه حتى لبنيتاتكم ولا وليداتكم. يعني واخا انا تقولوا لي راه ما كيعانوش من الشيب، اي عارفه، ولكن غيكونوا كيعانوا من الفراغات، من التساقط، من الشعر الخشن، الشعر الحرش، لانه حنا عملنا الشوفان ولا الخرطال، والخرطال هو في مثابه كيراتين طبيعي. يعني عوض ما تمشي تنفقي 21000 باش ديري الكيراتين تيدرتيه بالخرطال، الخرطال راه كيجي في مثابه زريعه الكتان. فما شاء الله اللهم بارك، وصفه زوينه على الاصول ديالها. نتمنى هاد لا فيديو نال الاستحسان ديالكم ونال الاعجاب ديالكم، وبليز حبيباتي ما تبخلوش عليا بلي لايك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك كثروا منهم، الله يحفظ لكم وليداتكم والله يخلي لكم كل من هو عزيز وغالي. فريمون فاش كنشوف اللايكات كنزيد نشجع وكنزيد نخدم وكنزيد نبتكر وكنزيد نجيب لكم الجديد، فالله يرضي عليكم والله يخلي لكم كل من هو عزيز، الام ديالكم الله يحفظها لكم، الله كما تنقولوا الله يعطيها صحتها، الله يشافيها ان شاء الله. فما تنسونيش من لي لايك، الله يرضي عليكم والله يسعدكم والله يفرحكم كما غتسعدوني وتفرحوني بطبيعه الحال. كذلك التعاليق والاشتراك ديالكم في القناه، يعني الناس اللي مازال ما مشتركينش يشتركوا، مرحبا بالجميع، تفعيلكم زر الجرس اللي كيتوصلوا بكل ما هو جديد. وتحيه لكم خاصه، وغادي نتلاقى معكم في فيديوهات ماجيه المزيد من الميزات والمزيد ان شاء الله من الحصريات على القناه ديالي الهام شانيل. الى اللقاء.